المشاكل دي تشمل 3 حاجات، يا اما هو عنده ضعف في الرغبه، يا اما عنده ضعف في الانصاب لا يمكنه من ان هو يعمل علاقه، او عنده اي خلل في القصف. اضطراب الرغبه ممكن ياثر على الموضوع ده ازاي؟ بيعمل حاجتين. يعني لو انا ما عنديش رغبه، يعني لو انا لو مش جعان ببساطه مش هروح افتح باب الثلاجه، يعني انا امتى بروح الثلاجه؟ لما بكون انا جعان. فهو لو ما عندوش الرغبه فهو مش هيقبل على العلاقه الزوجيه اصلا. تمام؟ وفي نفس الوقت هيبقى عدد مرات العلاقه دي متباعده، يعني احيانا ممكن توصل انها تبقى مره في الشهر. انا جالي بعض الناس المتزوجين كل واحد بينام في اوضه. خلاص؟ فازاي انا النهارده عندي علاقه زوجيه بتتم ممكن مره في الشهر ومفيش رغبه اصلا ان تتم العلاقه دي، والزوجين دول طالبين ان يحصل حمل. خلاص؟ ده صعب جدا. كل ما بتزيد عدد مرات العلاقه الزوجيه كل ده بيزود من نسب وفرص حدوث الحمل الطبيعي.